عسلامه، شنحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. اليوم ان شاء الله باش نقدم لكم ريسيت المعشعش التونسي بطريقه سهله جدا واحترافيه، نجموا حتى المبتدئات والا حتى واحده عمرها ما عملت معشعش طبق الريسيت نتاعي دو ا جوسكا زد، وتخليكم معايا لنهايه الفيديو باش تسمعوا النصايح تنجح فيها من المره الاولى. الريسيت نتاعنا لليوم كيف ما تشوفوا ما شاء الله خفيفه وبنينه تعمل الكيف ومعلكه، وتنجموا نتوما تشخشوها بالفاكي على كيفكم. بالطبيعه اليوم باش تتناولوا المراحل نتاعها كل، مشحور للبات للفاكهه لللمان، كيفاش تخبيوها، بوكو داستيوس. ان شاء الله يا ربي تسمعوا الفيديو نتاعي للاخر وتستفادوا وتعاودوا تطبقوها وتشاركوني التطبيقات نتاعكم على جروبكم صنفة ونص باي سويت صندوق سيكوزي مريومة. تخليكم الرابط نتاع الجروب في صندوق الوصف، والا تعملوا لي تاج على انستغرام سويت صندوق، والا حتى تبعثوا لي على الباج فيسبوك. بالنسبه للمعشعش نتاعنا، اذا كان عندكم اي تساؤل والا استفسار بخصوص الريسيت، ما عليكم كان تخليوا لي السؤال نتاعكم في كومونتير تحت الفيديو وبحاول الله نجاوب عليه. شوفوا كيف نوع المعشعش نتاعنا، ما شاء الله تقول عليه مرسوم باليد، اللهم صلي على النبي، حويجه مرتوبه ومقديه بروفيسيونيل، تنجموا تعملوها كيف ما تحبوا. لهنا راني اخترت اني نقصهم بالشكل هذاك مستطيل باش اللي ياخذ كعبه مع كويس تايه ما عاد يعاود الاخرى، لكن حتى اللي خذي كعبه عاود رجع خذي اختها، تلمو بنين بالحق، تاكلوا ثلاثه واربع كعبات ما تشبعوش منه، والله العظيم حويجه بالحق نودكم ولا نشهيكم. شوفوا هاك التعليق اللي فيه وهاك البنه، صدقوني نودكم ولا نشهيكم، كل شيء طايب في حقه وطريقه. مانيش باش نزيد نطول عليكم برشا، باش نقولكم يلا نمشيو للمقادير وطريقه التحضير مع بعضهم. كيف ما نعرفوا المعشش التونسي نتاعنا نخدموه بالبات، البات اللي تكون مقليه. لشنو باش نسحقوا بالبات؟ اول حاجه باش نسحقوا 600 غرام فرينه، باش نحطوا عليهم ملعقه صغيره، نصف ملعقه صغيره يعني تاع قهوه، كيف ما شفتوها ماهيش مملوءه برشا، من خميره الحلويات على 600 غرام نتاع الدقيق العادي جميع الاستخدامات. نزيدوا نحطوا عليها رشيشه ملح، وباش نحطوا عليهم زاده ولا باش نلموا البات نتاعنا بالبيض، البيض فقط. نجمو نزيدو لهنا في المرحله هذه مقدار نتاع 3 ملاعق من ماء العطرشيه المقطره. بالنسبه للمقدار نتاع 600 غرام فرينه، باش نسحقوا لهم 6 بيضات من متوسطين لكبار الحجم، يعني كل 100 غرام تاكلنا تقريبا بيضه. باش نحطوا هاك البيض نتاعنا مقدار نتاع ملعقه صغيره من الخل وملعقه صغيره من الفانيليا السائله. تنجموا بالطبيعه نتوما تعملوا السكر فانيلي، يعني على كل بيضة تحطوا ساشيه نتاع زوج ساشيات نتاع سكر فانيليا. باش نحطوا الخليط نتاعنا الكل في وعاء يعني يكون كبير ولا شقاله، وباش نبداو نعجنوا فيه وندخلوا كل شيء مع بعضه. لازم البات هذه تتعجن مليح، وتنجموا تعجنوها بالعجانه اذا كانوا تحبوش تعجنوها بيديكم، لكن باليدين هكا براتيك وتعرفوا قديش البات نتاعكم مستحقه بيض والا مستحقه دقيق في حاله ما اذا جبتوها جاريه. بالنسبه للمقدار هذا نتاع الصينيه نتاع الطبق 30 على 40 ياكل لي تقريبا 550 ل 600 غرام من الفرينه. بالطبيعه نتوما زادوا كميه الفاكهه اللي باش تحطوها في وسط الطبق، فما قاعده تقول انه كميه الفرينه اشترها تكون فاكهه، يعني مثلا لهنا استعملت 600 غرام من الدقيق الفرينه، نستعملت معاهم 300 غرام بين بفريوه ولوز، لكن بالنسبه لي راني عملت 350 غرام فاكهه وفريوه ولوز و50 غرام بيستاش في وسط البات، والباقي نتاع البيستاش زينت به الوجه، يعني تقريبا 150 غرام ولا 200 غرام بيستاش حطيتهم في الوجه. بالطبيعه نتوما اعملوا قد ما تحبوا وكل قدير وقدروا، وتنجموا تعملوها حتى بالكاكاويه. لهنا البات نتاعي بعد ما لميتها بالمكونات اللي سميتهم لكم، باش نخليها ترتاح اقل شيء ساعه باش تعطيني طعم بعد تالي في الحلان والخدمه. هنا البات نتاعي بعد ما رتحتها ساعة خديتها، واش نبدا نقص فيها في ديبول. بالطبيعة كل ما تصغروا لي بول كانكم مبتدئين، كل ما باش يكون الخدمة أسهل وبراتيك أكثر. دوك أنا باش نقسمها ديبول. بالطبيعة ما ننساوش أهم حاجة أن نجمو أن لازم نتعاملوا مع البات نتاعنا بنشاء، يعني يلزم ديما العجينة نتاعكم ترملوها ولا ترمدوها في النشاء في الحلين وفي التكعبير وفي كل شيء. بالطبيعة لهنا لازمنا نقصوهم كيما قلت لكم حجم صغير باش ما يعذبناش في الخدمه، وحتى كي باش نستعملوهم في الماكينه لازم ديما نتاكدوا انهم ديجا مرملين في النشا بالكدا.
باش نلفوا لهناك كما قلت لكم بالطبيعه الليبول نتاعنا باش ما يصير لهمش هكا القشره نتاعهم تتشيح يعني من السطح، يعني لازم ديما نلفوهم في المو كونتاكت باش ما يشيحوا النش من السطح وتجينا البات نتاعنا مش باهيه. يعني دونك باش نبدا نحل في البات نتاعي بالكعبوره بالكعبوره كما قلت لكم من المستحسن تعملوا كعابر صغار، وباش ندخلوها في الماكينه بالشكل هذا. وبالطبيعه اذا كانك اول مره تزور قناتي ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب ولا اشتراك ولا سابوني، وتضغط على الجرس باش توصلك نوتيفيكاسيون كل ما نهبط فيديو جديد. بالطبيعه كان عندك اي تساؤل ولا استفسار ما تنساش باش تخلي لي السؤال نتاعك في لي كومونتير تحت الفيديو. لهنا ديما نحاول نحل العجينه نتاعي على ارق نمرو، يعني نحلها ورقه رهيفه بالكل، ومن بعد تالي ديما نتاكد اللي هي معموله بالنشاب القدا ندخلها على اللي تعمل لنا سباجيتي هذيك شو اسمها الرشته الجويده بالكل، ما تعملوهاش على غليظه، راهي تتعمل عك السباجيتي الجويده بالكل الرقيقه كما شفتوني في الماكينه هكاك. سبق لي قبل وسالت لكم كيفاش نصلح الماكينه نتاعي، راهو الماكينه نتاعي هذه صلحتها وحدي، ان شاء الله تنشترك معكم الفيديو كيفاش صلحت الماكينه نتاع الرشته نتاعي وحدي، ونخليكم الرابط تحت الفيديو هذا ان شاء الله، وتو تشوفوه حاجه سهله على الاخر وبراتيك. لهنا نتاكدوا انه البات نتاعنا مقصوصه بالشكل هذاك جويده وماهيش لاصقه لبعضها ومرمله بالنشاي بالشكل هذاك، نحاولوا نوزعوها شويه ونقليو ونحلو كل كعبوره بالوقت يعني تباعا ورا بعضهم. اذا كانكم تخدموا كميه كبيره مستحسن يكون فما شكون يعاونكم، يعني مثلا انت تحل البات واختك تقليلك ولا اللي هو، باش تسرعوا وتجيكم العمليه سهله وبراتيك. هنا ناخذوا الزيت النباتي اصدقائي، مهم جدا انه يكون تقليو بالزيت النباتي باش ما تجيكمش ريحتها قويه. راهو الزيت الرخيص هذاك زيت الحاكم نقولوا له في تونس، راهو ما يقليوش به المعشعش وما يجيش، راهو يجيكم المعشعش مدخن وقوي ومطعمه يقهم. يعني اقليو بالزيت النباتي يكون اخف وابن. بالطبيعه لهنا الزيت نتاعنا النار تكون حاميه في الاول، ومن بعد تالي نطيحوا النار نتاعنا ضعيفه، علاش؟ خاطر الرشته ما فيهاش روح، راهي في ساعه التقلي وتولي تتقرمش. نقليو الرشته نتاعنا من غير ما نحمروها، نخرجوها بيضه لكن تتقرمش ومزيانه، باش يجينا من بعد تالي كعبات المعشج نتاعنا بيضوا مزيانين وفي نفس الوقت يتقرمشوا وخفاف. باش نقليو البات نتاعنا بالرشه بالرشه، ديما نقليو بالشكل هذاك، ومن بعد تالي نقلبوها الدوزيام فاز باش تقلينا بالتساوي وتجينا مقرمشه ومزيانه وخفيفه وبنينه. ملاحظة مهمة، لازمكم بعد كل رشة من اللي تقليوها تصفيوا الزيت متاعكم بالكدا، ما تخليوش فيهم حتى تفشى. ليه؟ علاش؟ خاطر إذا كان باش تخليوها كتفشى هذاك راهو باش يتحرق ويدخن لكم الزيت متاعكم، وبالتالي تولي الرشات متاعهم كل ريحتهم قوية. ولهذا ما ننصحكمش أنكم تعملوا معناها تخليوها كتفشى هذاك، هذيك ديما تصفيوه. ورد بالكم وحذاري جدا أنكم تقليوا الرشتة هذه متاع المعشعش بالزيت الزيتون، راهو ما تجي قليان الرشتة هذه كان بالزيت النباتي، ومن المستحسن يكون زيت خاص بالطهي، يعني يكون زيت خفيف ما يكونش زيت قوي. هذوما لي زاستيوس مهمين برشا باش تاخذوا حاجة بالحق تجيكم رويال ومزيانة، ويتباع الكيلو نتاعها المعشعش هذا من 45 إلى 50 دينار، حويجة بالحق مزيانة ودلولة وبنينة بنينة بنينة على الآخر. وكل ما تشخشوها بالفاكية كل ما السعر نتاعها يغلى. لهنا البات نتاعي كلها بعد ما قليتها بالشكل هذا، شوفوا صدقوني المنظر نتاعها على المباشر نير ومزيان واصفر ذهبي يعمل الكيف. بالطبيعه بين كل رشه ورشه نحطوا بابيي، دو بريفيرونس نختاروا بابيي يكون متين ما يتقطعش باش ما يجيناش المعشش نتاعنا فيه متفش نتاع بابيي مشوار. ثم تاكدوا انو نتوما خديتوا بابيي يكون قوي باش نشروا بالزيت الكل اللي موجود. لكن هما بالطبيعه كم شفتوا كيف نوع البابيي طلعتهم ما فيهمش برشا زيت، خاطر ديجا كي تقليو بالزيت النباتي الخفيف الخاص بالطهي اللي يكون لونه فاتح وخفيف، ما الرشته نتاعكم ماهيش باش تشرب الزيت، على خاطر تو سامبلومون الكاليتي نتاع الزيت نوعيه جيده. دونك هذه الكميه الكل نتاع 600 غرام فرينه طلعت لي الخير والبركه. لهنا دو بريفيرونس راكم ما تكسروش الصوابع كشعر الرشته هذاك، وجست هكا تربطوا عليهم باش تشرب مع البابيي، يعني باش يشرب لكم هكا الاكسي نتاع الزيت. اكاهو نجيو توا للطبق كيما قلت لكم، مقاس الطبق نتاعي 30 على 40 باش تعرفوا ان البات نتاعكم تكفي للطبق هذاك. تصبوا البات كلها في الطاجي في الطبق نتاعكم. اذا كان الطبق كيف ما شفتوا لهنا قد قد، معناها انه سيي الكميه هذيك الكل راكم باش تستعملوها في الطبق هذاك. دونك 600 غرام راهو يكفيكم للطبق 30 على 40
كيف ما قلت لكم الخدمة والحكمة كلها في طريقة العمل. عندي لهنا مقدار نتاع 350 غرام بين لوز وبفريوة، حطيتهم في الطبق وباش ندخلهم للفور يتحمروا. لهنا ملاحظة، يزلنا نحمصوهم لكن ما نحمروهمش برشا. ناخذوا لهنا الشحور، بالنسبة لي شحور انا باش نطيب كيلو غرام، دونك انتوما تنجموا تعملوا 800 غرام هكا. بالنسبة لي نحب ديما نطيب شحوري بالزيت هاكا زايد ومش ناقص، خاطر انت والبات قداش باش تشرب لك، اما جينيرالمون هو 800 غرام تكفي. دونك باش نعملوا كيلو غرام من السكر، نحطوا عليه 250 غرام من الماء، ملعقتين اكل من عصير القارص، وملعقة اكل من الجليكوز. الجليكوز كما شفتوا ديما تبلوا يديكم بالماء، يكون يديكم نظاف وتاخذوا شويه جليكوز بالشكل هذاك، ما تمسوش الجليكوز بمغرفه خاطر راهو يلصق. نحطوا الشحور نتاعنا على نار تكون متوسطه لضعيفه، ما نحطوش على نار قويه على خاطر راهو يتحرق لنا فيسع. حطوه على نار ضعيفه ونغطيوه في الاول حتى لين يرجع البخار على باروا نتاع الكاسرول وما يقعد لكمش حتى حبيبات تاع سكر. وهنا اذا كان عندكم ترمومتر قيسوا الشحور نتاعكم بالترمومتر، واذا كان ما عندكمش ترمومتر يكفي انكم تستعملوا معناها الصحفه فيها شويه ماء بارد. وها باش نقول لكم كيفاش. اولا الساعه اذا كان عندكم ترمومتر يلزم توصلوا الترمومتر نتاعكم ل 123 درجه وقتها تطفيوا النار. راهو الدرجات هنا في الشحور خاص بالمعشعش يختلف حسب الكميات وحسب الفصل. مثلا لهنا نخدم فيها في فصل الربيع، وصلتوا ل 122 درجه، الطقس كان بارد شويه، مش بارد برشا، ما بارد وكهو. دوك واذا كان ما عندكمش ترمومتر تاخذوا ملعقه صغيره من الشحور هذاك وتحطوهم في صحفه فيها شويه ما بارد، وتلزمكم تتحصلوا ولا تشكلوا كره طريه بالشكل هذا. هذا الشحور متاعي بعد ما سيح ضر باش نحطه على جنب، باش نطلع توا المكسرات من الفرن. نشوفوا كيفاش ديجا اللون متاعها اصفر ذهبي، كعبة اللوز تشققت بالشكل هذاك وكعبة البفريوة ولات ذهبية اللون. توا شنو باش نعمل؟ باش ناخد هشوار وباش نعملهم كونكاسيت، نجمو ترحيوهم. بالنسبة ليا باش نرحيهم بالربو هذي تيك تاك، نرحيهم فيسع نعملهم كونكاسيت، ما نعملهمش ارقاق برشا. صدقوني البفريوة واللوز يبننوا يبننوا المعشعش على الاخر اكثر من الكاكاوية برشا برشا برشا. دوك انتوما تنجموا تعملوا حتى طبق صغير 20 على 20، تعملوا فيه هكا 200 غرام فارينة ولا 300 غرام فارينة يكفي، معناها كتجربة اول مرة. اما صدقوني اعملوه في الكمية هذه متاع 30 على 40، والله ما كومش باش تندموا، خاطر تلمو بنين مش باش يتعدى عليه الجمعة باش تقووا فيه. وخاصة كان يبدا عندكم لما ولا مناسبة كيفي لهنا مع كويس تاي، صدقني فمش واحد خذيه كعبة معشعش متبيق هذا ما رجعش قال لي اعطيني كعبة اخرى. تلمو بني لهنا كملت كسرت المكسرات متاعي بالطريقة هذيك، كونكاسي شي جويد وشي غليظ بالشكل هذا. بطبيعة ما يلزمكمش ترققوا فيه برشا باش يبان الفاكهة في وسط المعشعش. باش ناخذوا صينية كبيرة نحطوا فيها الكمية الفاكهة اللي عندنا، قلت لكم لهنا 350 غرام نتاع بفريوة ولوز، باش نزيد عليهم مقدار نتاع 50 غرام بيستاج. لهنا خذيت 200 غرام بيستاج حطيتهم في الروبو وباش نرحيهم كونكاسي، وباش نزيد عليهم شويه في البات في الوسط وشويه باش نزين بها الوجه من بعد. يا ورداتي نحب نزيدكم ملاحظة أخرى، هو يلزمكم تخلطوا البات نتاعكم مع الفاكهة بالقدا بالقدا، لكن ما تكسروش البات، خليوها شعيرات بالحجم هذاك، ما تكسروهاش وتفتفتوها برشا، وماذا بيكم تخدموها جويدة ومن بعد تالي تصبوا عليها الشحور يكون سخون سخون، يعني مازال كيطاب الشحور تصبوه ديريكتومون على البريباراسيون اللي عملناها نتاع البات والفاكهة الكونكاسي مع بعضهم. بالطبيعة يلزمنا زوز مغارف لوح ويكونوا متين، ومستحسن يكونوا لوح مش سيليكون خاطر لوح يكون دير ويساعدنا في التخليط نتاع المعشعش. دو بريفيرونس تخلطوا المعشعش نتاعكم في شقاله كبيره وتخلطوه في ساعه في ساعه، خاطر راهو شحور في ساعه يبرد في الروسيت هذه، وتخلطوا توصلوا الشحور نتاعكم في المعشعش الكل. بالطبيعه اذا كان حسيتوا انه هو الشحور مازال ما معناها البات نتاعكم مازالك مستحقه شحور اخر، صبوا لها شويه شويه، عينكم ميزانكم، ورد بالكم تغدروها بالشحور ورد بالكم تخليوها ناقصه، راهي تجيكم فترشه ومش لامه روحها.
بالنسبه ليا مستنسه بها. دونك مره برك نصب هكا نكمل نتحصل على الكميه اللي حاجتي بها. كما قلت لكم ديجا 800 غرام سكر وتعسوا بها مع السين، يعني ما تصبهمش الكل يجيكم قد قد. ناخذ طبيق نتاعنا لنا كما شفتوا صبيت فيه مقدار نتاع 3 ملاعق اكل من زيت الزيتون والا زيت نباتي على كيفكم، ومن بعد تالي مسحته بالبابيي نمسح حق الزيت الزايد هذاك الكل ما عندي ما نعمل به. وباش نبدا نفرش في البريباراسيون نتاع المعشش نتاعي في الطبق بالتساوي في الجهات الاربعه، رد بالكم تقعدوا حاطين فرد جنب. ومن بعد تالي باش نبدا نطرح فيهم ونضغط عليهم، كسوسوا عندكم حكه مستويه غطاء ولا عندكم هيك بالملعقه الخشبيه، خاطر بيدكم راهو سخون برشا ما ننصحكمش انكم تمسوها برشا بيدكم، والا تطرحوهم بالاداه هذه اللي نستعملوها جينيرالمون لتبسيط الكيك كل شيء. هذه براتيك على الاخر نستعملها الحقيقه وحدي، معناها ما ريتش شكون يستعمل فيها، ديما كي نخدم المعشاش نستعملهم فيهم. براتيك على الاخر تضغطوا بالكدا 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 من الجوانب الاربعه، ما تخليوش حتى فراغ في المرحله هذه، لازم تنزلوا على المعشاش مليح مليح باش يتستوي ويولي متساوي يعني في الطبق من الجهات الكل. دوك هنا لازم نضغطوا وديما نحاولوا نسويو المكان الكل السيرفاس يكون متساوي من الجهات الكل، ما يكونش جهه اعلى من جهه. بالطبيعه العمليه هذه نقوموا بها بسرعه على خاطر الشحور اذا كان برد راهو باش تيباس وباش تولي معاش نجمو نستويوها ولا نحركوها حتى من بلاصتها. وراكم اكيد تتسائلوا كيفاش نجمو نستحفظوا على المعشاش نتاعنا. راك تنجم تستحفظوا في علبه محكمه الغلق وتخليوهم راهو يقعد لكم مده لا باس بها للمناسبات نتاعكم. بصراحه حويجه بنينه على الاخر ودلوله وتستاهل. بالنسبه للمعشاش فما شكون ينشر البيستاش من اللوطه ومن بعد يقلب الطبق، لكن المعشاش البروفيسيونيل راهو نعملوا له البيستاش من الفوق، راهما كل طرق كلهم صحيحه وناجحه، لكن البراتيك اكثر هو اللي نطرحوا فيه البيستاش من الفوق بالشكل هذا. راهو بالنسبه لي لهنا عملت هكا رشه خفيفه خيوط رفيعه جدا مش حور باش نتاكد، ونزيد نلصق فيها اكثر كميه نتاع بيستاش بالشكل هذا، ونرص بالطبيعه ونتاكد انه البيستاش الفوق والمعشاش نتاعي كله شد بلاصتو. دونك هنا نحاولوا نوسعوا بالنا معاه ونحاولوا نتاكدوا انه كل شيء لاصق بعضه مزيان ومرتوب ومريقل. وبعد ما نكملوا نستويو طبيق المعشاش نتاعنا باش نخليوه على جنب حتى لين يبرد كومبليتمون قبل القصان. بالنسبه للناس اللي ما عندهاش طبق هذاك ولا عندها طبق هذا القياس بروفيسيونيل تنجموا تخدموا به، لكن راهو فما فيه قياسات واحجام واشكال مختلفه. نتوما هاكا اعرفوا شنو تاخذوا. بالنسبه لي راني نحب المعشاش بالذات نخدمه بالطريقه الزمنيه في الطبق اللي نوكس هذاك، ونتوما لكم حريه الاختيار. طيب له طبق هذاك ماهوش نوكس، بقاوت البشكوت والمعروفين عنه. دونك لهنا بالنسبه لي كيما قلت لكم وحكيت لكم باش نقصهم بحجم اكبر شويه، باش نقصهم في شكل مستطيل. نتوما تنجم تقصوهم على هيك اشكال مكعب. تو مره نتشارك معاكم الروسيت هذه بطريقه مختلفه، ان شاء الله يا ربي تكون التفسير نتاعي واضح. لهنا راهو الطبيق هذا بعد ما خليته يرتاح لمده ساعتين قمت باش نقصه، قصيته من المستحسن تقصوه يا اما بسكينه تكون سيراميك او سكينه تكون عاديه لكن حاده جدا، او تقصوه بالكيتور بالشكل هذاك. الكيتور بالنسبه ليا رحمه وبراتيك على الاخر، لكن رد بالكم كي تقصوا بالكيتور تجرحوا الطبق نتاعكم اللوطه. قصوا بالسياسه ما تبداوش تنزلوا برشا لين تجرحوا الطبق نتاعكم. شوفوا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله معشعش زي صدقني على المباشر مزيان مزيان يهبل. اتمنى لو كان جيت نجم نوصل لكم الصوره معناها على المباشر، ديما الكاميرا ما توريكمش كاليتي توب على الاخر. ان شاء الله يا ربي يكونوا استفدتوا وتجربوا الروسيت هذه بالكدا وتقصوه بالشكل اللي تحبوا عليه، كسوسوا مثلثات بيراميد او تقصوه مستطيل بالشكل هذا او تقصوه مكعبات، مساله ذوق هي لا اكثر ولا اقل. ان شاء الله يا ربي تكونوا تستفادوا. كان عندكم اي تساؤل ولا استفسار نسيت ما حكيتش عليه، ما عليكم كان باش تخلوا لي في لي كومونتير تحت الفيديو. وتو ما بقى لي كان باش نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، ونشوفكم ان شاء الله يا ربي في بنة جديدة ورسالة جديدة وبسلامة.